السلام عليكم مرحبا بكم. جا فيديو تاع اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تحليه ولا اسهل اي وحده تقدر تخدمها سورتو البنات الصغار. هنا واش نسحقوا؟ حنا نسحقوا هذا البيمو هذا الشكل، سواء نستعملوا البيمو هذا كيجي مدور. وهنا عندي فلون اي نوع راكم حابين اي ذوق. هنا عندي فاني، سواء تستعملوا فريز كما تعرفوا كاين اذواق كثيره. وعندي هنا يا حليب فوالا، وعندي نيسكافي. هنا عندي مول يكون هكا مربع، انا نحبو هكا مربع على حسب جل باش كي نكون نقطع يجيني سهل. هنا واش راح ندير دركا؟ حاجه الاولى راح نكون مغيفه تاع نيسكافي تاع قهوه، انا نحب ريحتها فوالا، ونخلطو مليح. سوا ديرو قهوه اي واحد واش يحب يدير، سوا حليب وحدو. فوالا نحطو هكا، نحكمو المول تاعنا، نجيبو البسكويت تاعنا. تقدرو تستعملو نعم كيما قلتلكم بيمو هداك كيجي مدور. نحكمو الحليب تاعنا هادي كسرتلي راه هنايا، هنا نشوفو هكا هاو يتفتت وحدو وحدو. فوالا نحطو هكا، دونك غادي نصطف البسكويت تاعي هكا في المول. فوالا نجي نديرها هكا، وانا راح نعمل انا هنايا زوج طبقات. نتوما ديروا كيما راكم حابين، انا حبيت التحليه تاعي تكون شويه عاليه. وانا نحط معكم الكريمه، الكريمه باش نسحقو نسحقو الفلون فاني. وانا عندي نص لتر حليب وشويه كما راكم تشوفوا، وعندي جوج مغارف مايزينا. ونفرغوا الحليب تاعنا في الكاسرونه، نطيبوا الفلون تاعنا عادي غير هذا زدتو مايزينا، نزيدو له جوج مغارف تاع فلون. وهذه ستة، نزيدو جوج مغارف تاع مزينة، ونخلط الخليط تاعنا باردي بارد. نزيدو بنا كامل مايزينا باش نحطوها فوق النار متوسطة، ونطيبو الفلون تاعنا عادي كما موحدين. فوالا فوالا، دوكا نحطها فوق النار متوسطة تغلي جوج غليات، ونطفو عليها منخلوش حتى كتغلي بزاف. هنا بعد ما استفنا البسكوي تاعنا، هنا حضرنا الفلون تاعنا. فوالا القوام تحصلنا عليه ما يكونش عقد بزاف. دوكا نفرغوا الكريمه تاعنا فوق البسكوي، وهي والفلون تاعنا لازم يكون سخون. فوالا نفرغوه كامل على البسكوي تاعنا وهو سخون. فوالا دوكا بعد ما فرغناه كامل كما راكم تلاحظوا، دوكا نحطو في جيه باش نوجدو الكلاصاج تاعنا اللي نحطوه من الفوق. وهنا راح نحضر طبقه ثانيه اللي نحطوها فوق الفلون. هنا واش عندنا؟ عندنا نص ريكلا تاع الحليب، وانا استعملت حليب باللحظه ماشي تاع الشكاره. نزيد لها جوج مغارف تاع مايزينا. فوالا
ديزلها مغيفة تاع كاكاو، وانا نزيد لها شوكولا نوتيلا. ثم نستعمل الشوكولا اللي عندكم. بسم الله، انا راح نستعملها ندير المغرف. هيا طيلها واحد البنة ولا اروع. والتحلية سهلة كما قلت لكم، يعني اي واحدة تقدر تخدمها في وقت قصير. كميها بالخف ونفس السكر، استعملت غير نص مغرف ماشي كبير، ما طعموهاش يعني بزاف، ولا غير نص مغرف تاع السكر، باسكو هنا استعملت كما قلت لكم حليب لحظه، وكما تعرفوا الحليب لحظه فيه السكر. ونحركوه بعد في بارد. هاد الوصفه يعني سهله، اي واحدة تقدر تخدمها، يعني مكونات بسيطه، ما كان لا فرن لا والو، مكونات بسيطه. بون نحركو كلش هكا مع بعض، لازم تذوبنا كامل هذيك المايزينه في الحليب باش نحطوها فوق النار. وكي نحطوها فوق النار نقعد غير نحرك، وانا استعملت هاد المغرف، هي ماما ما استعملش هاد المغرف، كي نكون نحركو فيها كي تكون هي فوق النار. فوالا نستعملو المغرف تاع هكا تاع الخشب، ونحركو مليح هكا باش ما نجرحوش الكاسرونة تاعنا. فوالا سي بون، دوكا داب لي كامل. فوالا مايزينا هادي كامل دابت لي. فوالا دوكا نحطوها فوق النار تكون متوسطة، ونقعد غير نحرك. فوالا الكريمة تاعنا اللي تحصلنا عليها، شوفو حتى كي تعقد كيما هكا. دوكا نحكمو لاروم تاع الشوكولا. فوالا شوفو نديرو لها مغيفة صغيرة تاع قهوة. بسم الله، فوالا ونحركو حتى تعطينا واحد البنة شابة في هاد الكريمة. فوالا دوكا نحكمو نتاعنا، نحطو هكا مغرفة هكا باش كي نفرغو الكريمة تاعنا الفلون تاعنا ما يطلعناش. بسم الله، فوالا نحرك هكا باش يجينا كامل على الطبقة تاعنا تاع الفلون. نحو المغرف تاعنا فوالا نسوى هكا. دوكا هذا نخليها هكا تبرد شويه باش ندخلوها للثلاجه، ما ندخلوهاش تمتم للثلاجه، ندخلوها تبرد قبل. فوالا وهنا بعد ما بردت لنا مليح كما راكم تشوفوا، نرشو لها شويه تاع كاوكاو يكون محمص وملحي. فوالا نتوما زينوها كما راكم حابين على حسب واش عندكم. فوالا ونزينوها هكا.